أهلا بكم من جديد. تحت رعاية سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، ومعالي الأستاذ سليمان الحمدان وزير النقل بالمملكة العربية السعودية، وحضور عدد من المسؤولين في المملكتين وجمهور من ممثلي القطاع الخاص، تم عقد اللقاء التعريفي لمشروع جسر الملك حمد في المنامة، والذي هدف إلى مناقشة المشروع الذي سيربط البحرين والسعودية، والذي يقدر طوله الإجمالي ب 75 كيلومترا بموازاة جسر الملك فهد القائم حاليا. وحظي المشروع الذي سيمول من القطاع الخاص باهتمام محلي وعالمي وإقليمي من قبل الكثير من الشركات الإنشائية، وقد حضر اللقاء ما يقارب 250 شخص من 150 شركة ومؤسسة في أكثر من 22 بلدا. ومن المقرر أن تنتهي الدراسات المخصصة له مع نهاية العام الجاري، على أن يتم التنفيذ خلال العام المقبل. نعمل مع الاخوان في المملكه العربيه السعوديه على اعداد المناقصات او التندر لتعيين مدير المشروع اللي راح ياخذ المعلومات هذه الى مرحله متقدمه، قبل ما ان شاء الله في مرحله متقدمه ان احنا نعمل المناقصه الرئيسيه حق تعيين المطور. الان نحتاج احنا الى استشاري يساعدنا في التجهيز حق المرحله القادمه، وان شاء الله خلال الاشهر القادمه راح يعني يطلع هذه التندر الى الماركت، وبعدها ان شاء الله ناخذ المشروع خطوه بخطوه. المشروع هذا هو جزء من مشروع الربط السككي لمجلس التعاون الخليجي، وبالنسبه لهذا المشروع قد بدأ فيه مشروع الربط السككي بين مجلس التعاون الخليجي هنالك 200 كيلومتر على سبيل المثال تحت التنفيذ في المملكة العربية السعودية، وبعض دول الخليج باشرت في إنشاء الأجزاء الخاصة فيها. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 1656 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. هذا وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما، تبدأ في 14 من يونيو الجاري وتنتهي في 13 من سبتمبر المقبل. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.16% مقارنة بسعر 2.17% للإصدار السابق بتاريخ 7 يونيو الجاري، وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.45%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة علما بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 203%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.810 مليار دينار. نظمت لجنة القطاع التجاري والتجزئة في غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة توعية للقطاع التجاري حول قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وقد أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سنان الجابري الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة بهدف الحفاظ على مناخ اقتصادي نشط وعادل لكل من التاجر والمستهلك. كما أكد الجابري الدور الفاعل لإدارة حماية المستهلك في تمكين المستهلك من خلال تعريفه بحقوقه وتشجيعه لممارسة واجباته التي نص عليها القانون، كالحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات، والحصول على البيانات الصحيحة عن المنتجات المشترى أو المستخدمة، والاختيار الحر للمنتجات المتوافرة مع مراعاة شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانونيا. أولا احنا نشكر الأخوة من وزارة التجارة وحماية المستهلك، وهذه الورشة لها دور كبير جدا لتوعية الجميع أصحاب المحلات التجارية، وأيضا ممكن تنعكس أيضا على المستهلك نفسه على يكون علم بالقوانين والأنظمة اللي ممكن حددها القانون بالنسبة حق المشاكل اللي تصير بين أصحاب المحلات التجارية وبين المستهلك لما يكون في هناك خلل او في مشاكل. الهدف من الورشه بطبيعه الحال نحن بصدد برامج توعويه تستهدف الجميع من مستهلكين وقطاع تجاري على حد سواء، المسؤوليه المهنيه والاخلاقيه ايضا تتطلب منا ان تكون برامج التوعيه موجهه للجميع، بحكم ان اي نجاح
لعمل الإدارة يتطلب منا أيضا التنسيق المستمر والدائم مع شركائنا، ونحن نتكلم عن المستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء. ولكي تستقر وتستقيم هذه العلاقة لابد أن نكون متواصلين مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين أحد الأطراف الأساسية مهمة معنا. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلقت السوق المالية السعودية عند مستوى 6820 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.3%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6776 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3%. ونأتي لأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي أغلقت عند مستوى 4537 نقطة بارتفاع قارب النصف نقطة مئوية. أما بالنسبة لبورصة قطر فقد أغلقت عند مستوى 9095 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.43%، وكانت الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لبورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1327 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.39%. هذا وقد وصل متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية. وما زالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب مزيد من الخسائر في البورصة، إذ سجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بأكثر من 824 مليون ريال، منها أكثر من 584 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235 مليون ريال قطري أموال أجنبية. إلى ذلك قفز معدل الاقتراض بين البنوك القطرية بنحو 230 نقطة أساس ليسجل أعلى مستوى له في 7 سنوات، وقد ارتفعت تكلفة الاقتراض لأجل 3 أشهر إلى 2.2%. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما قد أوصت البنوك السعودية بعدم زيادة عمليات الكشف على عملائهم القطريين لتشمل الإجراءات عدم الاستثمار في سندات الخزينة والقروض والاعتمادات المستندية لتمويل التجارة. ويتوقع مصرفيون أن تقترض البنوك القطرية من تسهيل إعادة الشراء ريبو للمصرف المركزي إذا واجهت نقصا في السيولة، حيث أن البنوك القطرية لديها ما يعادل 60 مليار ريال من ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى، إضافة إلى أن ربع الودائع الموجودة في المصارف القطرية أجنبية، كما أن نسبة القروض للودائع النظامية في قطر تبلغ 100% وتتجاوزها في بعض الأحيان، ما يخلق مخاوف من سحبها. في خبر آخر، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية لزيادة عدد الرحلات بين الدولتين بمعدل 86 رحلة أسبوعيا، وذلك وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات. وناقش اجتماع في الرياض أمس حضره المدراء التنفيذيون من الناقلات الجوية الإماراتية ورؤساء الناقلات الجوية السعودية تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتطوير العلاقات بين الهيئتين وبين الناقلات الجوية للدولتين. ونوه الاجتماع بالعلاقات المتينة بين الهيئتين الإماراتية والسعودية والتي تشهد تطوراً نوعياً في مختلف المجالات.